في تقرير جديد صادر عن وزارة التعليم العالي رصد انتعاش غير مسبوق في مؤشر البحث العلمي في مصر بعد ما تم نشر أكثر من 38 ألف بحث دولي للباحثين المصريين في الجامعات والمراكز البحثية في العام 2021 بمعدل زيادة 21.1% عن سنة 2020. وصل عدد الباحثين المصريين اللي قاموا بنشر الأبحاث الدولية ل 52,511 باحث. هنتكلم عن هذه الطفرة في الأبحاث العلمية مع الدكتور ياسر رفعت نائب وزير التعليم العالي لشؤون البحث العلمي. صباح الخير يا فندم وأهلا بيك على صباح الخير يا مصر. صباح الخير أستاذ حسام، صباح الخير أستاذ جمانة، صباح الخير على كل السادة المشاهدين. صباح النور يا فندم. دكتور ياسر، يعني إحنا دايما بنبحث عن الكيف وليس الكم، لكن هذه المرة في عدد كبير جدا، فإحنا حققنا الكم وعايزين نعرف من حضرتك الكيفية وما هي أهم الأبحاث وإيه سر هذه الطفرة. كويس جدا. انا لا ده انا عايز اجي لكم بقى بخبر كويس ان هذه الزياده ليست في الكم بس، لا وهي في الكيف كمان. عظيم. يعني خليني ارجع لورا شويه اقول مصر كان موقفها ايه سنه 2011 ومصر موقفها ايه سنه 2021. في خلال 10 سنوات مصر يمكن كان انتاجها العلمي سنه 2011 11,000 بحث فقط. حاليا احنا زي ما حضرتك شايف 38,798، والعدد ده لسه في تزايد لان اعداد الابحاث العلميه بتفضل تتحسب لحد شهر يونيو 2022، ودي الخاصه ب 2021. اما كيفا بقى فعايز اقول ان معامل الاستشهاد، يعني قد ايه الناس او العلماء بيستفيدوا وبيستغلوا وبيحطوا مرجعية للأبحاث المصرية. معامل الاستشهاد بالأبحاث المصرية ساد 48% عن المعدل العالمي. معدل زيادة الأبحاث العلمية في مصر زي ما حضرتك قلت 21% من السنة اللي فاتت للسنة دي، لكن لو قلنا من 2018 لحد دلوقتي هو 42%، في حين ان معدل الزياده في العالم كله لا تزيد عن 9%. طيب هل دي بس الاخبار كويسه؟ لا. خلينا اقول ان مصر السنه دي حققت المركز ال 53 في مؤشر المعرفه الدولي وقفزت 19 مركز مره واحده من السنه اللي فاتت للسنه دي. مصر موجوده في المركز ال 94 في المؤشر العالمي للابتكار بتحسن 11 مركز من 2017. مصر مثلا في المركز ال 26 في النشر الدولي 2021، في حين سنة 2011 كانت في المركز ال 40. طيب هو الكلام ده حصل ازاي؟ يعني هل الكلام ده هو كان وراءه تخطيط ولا لا؟ حقيقة ارجع بالذاكرة لسنة 2015 لما ابتدينا نفكر نحط سياسات رئيسية وسياسات عامة نحط بيها استراتيجية البحث العلمي. فكان قدامنا عدة نقاط للنهوض بالبحث العلمي، زي مثلا تعديلات تشريعية، لوائح وقوانين حاكمة للعلوم والتكنولوجيا اشتغلنا عليها. كنا محتاجين لتحسين بيئة العلوم والتكنولوجيا والابتكار والاستمرار في إيجاد فرص لتمويل تنافسي متعدد المصادر، تعميق تعاون بين المؤسسات البحثية والمستفيدين في الصناعة وفي القطاعات المختلفة، وكمان دعم تعاون دولي ما بيننا وما بين دول العالم الخارجي. حقيقة يعني احنا من سنة 2015 وحتى تاريخه شغالين وبمنتهى القوة من خلال الاستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، واللي زي ما قلت لحضرتك بتهتم بمحورين أساسيين. المحور الأولاني تهيئة بيئة مشجعة ومحفزة للابتكار، والمحور الثاني هو دعم وتوطين التكنولوجيا. الرقم اللي موجود قدام حضراتكم ده ما جاش من فراغ، ده جاء من عدة إجراءات وبرامج تنفيذية أخذتها الوزارة
بدعم والتدريب على النشر الدولي. يعني الباحث كان الأول ما يعرفش ينشر إزاي في مجلة كويسة برانك عالي أنصار، فابتدينا نعمل دورات تدريبية، وده حقيقة بخلال تعاون مع بنك المصري المعرفة، تدريب على أعلى مستوى لاختيار أفضل المجلات اللي احنا ممكن ننشر فيها. كمان الاستراتيجية بتاعتنا ركزت على توطين تكنولوجيات البذخ اللي هي بتتيح فرص أكبر للنشر في أفضل الدوريات العلمية. ما ننساش أن هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار أعلنت بداية من يناير 2022 عن اتفاقات النشر الحر لتمويل تكاليف النشر الأبحاث. كان الباحثين المصريين بيشتكوا من أن تكاليف نشر الأبحاث بتبقى باهظة ومعضلة بالنسبة لهم، فحقيقة هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وده بدعم كبير جدا من معالي الوزير، أن نبتدي فورا في عمل اتفاقية مع أفضل دور النشر الداعمة للنشر الحر وهي سبرينجر نيتشر، وده طبعا برضو بالتعاون مع بنك المعرفة المصري. وابتدى الباحثين المصريين يلاقوا طريقة سهلة لتحمل تكاليف نشر الأبحاث العلمية. طيب دكتور ياسر، يعني الحقيقة حضرتك تحدثت عن عدة نقاط وكلها مهمة جدا، وتحدثت كمان عن نقطة مهمة قوي في مجال البحث العلمي وهي فكرة الاستشهاد بالأبحاث المصرية. كمان تطرقت حضرتك للخطوات اللي تم اتخاذها عشان نقدر نوصل لكل هذه الإنجازات، يعني بس سؤال حضرتك يا فندم هو هل ده كمان كان متعلق بالقطاعات أو المجالات اللي كان يعني الباحثين المصريين بيتطرقوا ليها، ولا احنا اعتمدنا بشكل أكبر على يعني تدريب خلينا نقول الكوادر أو الباحثين العلميين، وايضا او فكره حتى تهيئه المناخ زي ما حضرتك بتقول؟ يعني في عده معايير كان لازم ان احنا نبتدي نشتغل عليها، ولكن لو احنا اتكلمت بشكل عام، بس لو هتكلم بشكل شويه محدد ان احنا حتى نقدر نوصل بالباحثين دول للمجالات العالميه الكبيره والشهيره اللي ليها معايير صعبه جدا الحقيقه في اختيار الابحاث اللي بتنشرها. تمام، يعني هو طبعا احنا زي ما قلت كده ان الاستراتيجية بتاعتنا بتركز على احتياج مجتمعي، واحنا مش منفصلين اطلاقا عن الاحتياج العالمي، لان هي برضو مبنية على المبادئ التنمية المستدامة اللي اعلنتها الامم المتحدة، فاحنا مش منفصلين. يعني انا لو ابتديت اعمل ابحاث علمية علشان تفيد المجتمع المصري بس ده كويس مش وحش، لكن انا كمان لابد ان انا يكون لي نظرة لتعاون الدولي، ده بيتاح لي فرص لنقل التكنولوجيا. يعني خلينا اقول ادي مثال، يعني جائحه كوفيد يعني دي حركت العالم كله وابتدت تقول فين البحث العلمي علشان ينقذنا من هذه الجائحه المدمره. خلينا اقول ان مصر كانت من اكثر الدول على مستوى افريقيا ويمكن كمان الشرق الاوسط في عدد التجارب الاكلينيكيه او التجارب السريريه اللي اتعملت مع بدايه ظهور الجائحه. وصل عدد التجارب الاكلينيكيه اللي اتعملت 254 تجربه من الجامعات والمراكز البحثيه المختلفه. ويمكن ده ادى يعني وحضراتكم عارفين كويس ان المركز القومي للبحوث بيجري حاليا التجارب الاكلينيكيه للفاكسين المصري مصري صرف اللي سموه كوفيفاكس، ويمكن اعلنوا ده في مؤتمر صحفي معالي الوزير في نوفمبر 2021 ببدء التجارب الاكلينيكيه. الكلام ده ما جاش من فراغ، يمكن احنا فخورين جدا جدا بان احنا ولاول مره بنصنع فاكسين بشري مصري، دي لاول مره، ومش بس كده ده احنا بنشتغل بيه بالكود العالمي. كل ده كان عباره عن تنميه قدرات للبحث المصري، انا بنمي قدراته مش بس عشان ينشر وفي الاخر يبقى انا الانتاج بتاعي نشر علمي فقط، لا، ده لازم يكون نشر علمي بيسمع في الاحتياجات بتاعتنا بتاعت القطاعات المختلفه. طيب دكتور،
يعني ممكن حد بيبقى بيتفرج علينا دلوقتي يقول ايه اهميه نشر الابحاث، يعني العائد على الدوله او العائد على الباحث نفسه لما ينشر البحث بتاعه. حضرتك يعني انت احنا دلوقتي في سباق، ده عباره عن احنا واقفين بنعرض، كل واحد بيتباهى في معرض كبير بيعرض ايه اهميته، زي بالضبط كده تصنيف الجامعات. ليه الجامعات بتسعى للتصنيف؟ علشان تزود عدد الطلاب الوافدين، يبتدي يبقى في ناس تعوز تيجي تتعلم جوه مصر من الاجانب من بره مصر، سواء اشقاء عرب او افارقه او حتى من اي دول اخرى. وده بيتيح وبيحول التعليم الى برضه عمله صعبه بتخلينا، نفس الكلام بالنسبه للبحث العلمي. التعاون وفتح الفرص يبتدي يحركنا من نشر علمي بس الى رياده الاعمال والقيمه المضافه، وازاي ان احنا نقدر نكونتريبيوت للصناعه سواء المصريه او الدوليه. فبتلاقي عندنا يبتدي يتعرف العالم المصري ويبتدي يشتغل بره، ولما يشتغل بره يرجع يفيد بلده، زي ما من شويه التقرير الهائل اللي حضراتكم عرضتوه مع محمد صلاح، راح بره اتعلم ورجع وفاد بلده. مظبوط. طيب دكتور ياسر، يعني احنا وصلنا طبعا لنتيجه هائله الحقيقه، ولكن دايما بنطمع في المزيد. ابرز التحديات الموجوده دلوقتي امام الباحثين والبحث العلمي، وهل في خطه للتغلب على هذه العقبات الموجوده او التحديات؟ طبعا، يعني هو يعني انا دايما لو احنا قلنا ان احنا كده مبسوطين وكده تمام كل حاجه تمام، يبقى احنا مش هنشتغل بعد. صحيح. لا لا لا، ده حقيقه، احنا لسه شايفين مصر تستحق اكتر من كده، ومصر موقعها الحقيقي اللي تستحقه بعلمائها افضل من كده وبكتير كمان. خليني اقول ان العقبه من وجهه نظري يعني اللي انا شايفها هو التحول من العلوم والتكنولوجيا الى الابتكار. يعني نبتدي بقى فعلا عايز اسمع بدرجه كبيره على شركات طالعه من الجامعات ومن المراكز البحثيه. عايز يبتدي ادراك ووعي الباحث المصري يبتدي يتغير الى جزئيه الابتكار، بحيث ان هو يدخل الصناعه ويبتدي يفيد الصناعه ويكسب فلوس كمان في نفس الوقت. وده حقيقه حفزنا بدرجه كبيره ان احنا زي ما الجامعات ليها تصنيف، ان احنا نسعى ان حتى المراكز البحثيه ولاول مره في العالم يكون لها تصنيف. وده يعني يمكن شغالين فيه، وقريب في شهر مارس ان شاء الله هتعلن نتيجه اول تصنيف للمراكز البحثيه بالتعاون مع مؤسسه سايماجو، دي مؤسسه كبيره جدا للتصنيف، وبنركز فيها جدا على جزئيه الابتكار وجزئية ريادة الأعمال. نبتدي نسمع إن الدكتور فلان اللي نشره حلو وعنده براءات اختراع قدر يحول براءات الاختراع دهيت بالتعاون مع شريك من الصناعة أو مستثمر إلى شركة بتطلع منتج بيستفيد بها المواطن ويستفيد بها المستثمر ويستفيد بها الباحث، وبالتالي تلاقي المجتمع كله على بعضه ارتقى ونسبة الابتكار عليت. هتلاقي بقى مؤشراتنا تبتدي تتحسن في مؤشر الابتكار، هتلاقي في مؤشر المعرفة أرقامنا بتتحسن، وهتلاقي كمان مؤشراتنا بتعلى في النشر الدولي اللي احنا كنا بنتكلم عنه. بكل تأكيد يا فندم، زي ما حضرتك قلت يعني في بداية إجابتك، إنه هي دي القيمة المضافة لهذه الأبحاث. فبشكر طبعا حضرتك جزيل الشكر دكتور ياسر رفعت، نائب وزير التعليم العالي لشؤون البحث العلمي.